السلام عليكم، معكم الفارس. يلا بخير وعافية. اليوم بيكون نلعب فيه فيفا، بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا انا العب فيفا بس ما يقارب 13 أو شهرين، لذا فريقي ما هو بالفريق القوي، يعني فريقي متوسط، ولكن اوكي يعني اقدر العب فيه فريقي. فاتمنى اذا في اي احد عنده تشكيلة قوية يكتبها لي في التعليقات. معلومة على السريع، طبعا اخوكم لما كان يلعب فيفا كان متحمس زيادة، فاضطررت اني امسح كل الاصوات المتعلقة فيني. طبعا بخلي لكم صوت اللعبة واتمنى تستمتعوا.
وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. أحبكم جميعا ومع السلامة.